في هذا العرض سنقوم بتمثيل بعض المتباينات. لنفترض أن لدينا المتباينة y أقل من أو تساوي 4x زائد 3 على محاور x و y. نريد أن نوضح جميع النقاط التي تحقق الشرط هنا. ونقطة البداية الجيدة هي أن نفصل هذه الأقل من أو تساوي، لأننا نعرف كيف نمثل y تساوي 4x زائد 3. إذن هذه نفس الشيء لو قلنا y أقل من 4x زائد 3 أو y تساوي 4x زائد 3. هذا هو معنى أقل من أو تساوي، أنها يمكن أن تكون أقل من العبارة أو تساويها. وسبب أنني فعلت ذلك في المثال الأول هو لأنني أعرف كيفية تمثيل ذلك. دعونا نمثلها. سأحاول الرسم بطريقة أفضل من تلك. هذا المحور العمودي، أي محور y، وهذا محور x هنا. ثم نحن نعرف تقاطع y، تقاطع y هو 3. إذن النقطة 0 مع 3، 1 2 3 تقع على الخط. ونعلم أن الميل 4، ما يعني أنه إذا انتقلنا بمقدار 1 في اتجاه المحور X فسننتقل للأعلى على محور Y بمقدار 4. 1 2 3 4 إذا ستكون هنا. يمكننا أيضا الرجوع على محور X، فإذا عدنا بمقدار 1 على محور X فسننزل للأسفل بمقدار 4. 1 2 3 4 وهذه أيضا ستكون نقطة على الخط. عند رسم هذا الخط سيبدو هكذا. هذا الجزء الأصعب في الحقيقة. حسنا، سيبدو هكذا. هذا هو الخط، يجب أن يكون مستقيما. أعتقد أنك استوعبت الفكرة. هذا هو التمثيل البياني لواي تساوي 4x زائد 3. الآن لنفكر ماذا يعني أن يكون أقل من ذلك. جميع هذه النقاط تحقق هذه المعادلة، لكن لدينا أكثر، إنها عبارة عن هذه النقاط الموجودة هنا. دعونا نفكر ماذا يعني هذا. دعونا نختار بعض القيم لـ x. عندما x تساوي 0 كم تكون y؟ y أقل من 4 ضرب 0 زائد 3، بالتالي y أقل من 3. عندما x تساوي سالب 1 y تساوي 4 ضرب سالب 1 زائد 3، تصبح سالب 4 زائد 3 تساوي سالب 1. y ستكون أقل من سالب 1. عندما x تساوي 1 كم ستكون y؟ 4 ضرب 1 تساوي 4 زائد 3 تساوي 7. إذن y أقل من 7. دعونا نقوم بتعيينها. عندما x تساوي 0 فإن y أقل من 3. إذن هي عبارة عن جميع هذه النقاط التي أقوم بتظليلها باللون الأخضر تحقق المتباينة. عندما x تساوي سالب 1 فإن y أقل من سالب 1. إذن y هنا عبارة عن جميع هذه النقاط الموجودة في الأسفل. وعندما x تساوي 1 فإن y أقل من 7. إنها عبارة عن جميع هذه النقاط بشكل عام. لنفترض أننا سنأخذ أي نقطة على x، لنقل هذه النقطة. إذا قيمنا 4x زائد 3 سنحصل على نقطة على الخط، نضربها ب4x زائد 3. الآن قيم y التي تحقق المعادلة يمكن أن تساوي تلك النقطة على الخط أو يمكن أن تكون أقل منها، أي ستكون أسفل الخط. فإذا أردتم فعل ذلك لجميع قيم x الممكنة فلن تحصلوا فقط على القيم الموجودة على الخط الذي رسمناه، بل سنحصل أيضا على النقاط التي تقع أسفل الخط. لقد قمنا الآن بتمثيل هذه المتباينة، وهي عبارة عن هذا الخط بكل المساحة المضللة التي أدناه.
الآن إذا كان الرمز يقتصر على أقل من فقط وليس أقل من أو يساوي، ففي هذه الحالة لا نشمل الخط نفسه، والاتفاقية على هذا الأمر هو أن نجعل الخط منقطا. في هذه الحالة إذا كنا نتعامل مع رمز أقل من 4x زائد 3 فقط، في هذه الحالة الخط بحد ذاته لن يحققها بل المساحة التي تقع أسفله. حسنا، دعونا نفعل واحدة كهذه. فلنفترض أن لدينا المتباينة y أكبر من ناقص x على 2 ناقص 6، والطريقة الأمثل للبدء هي أن أقوم بتمثيل المعادلة بيانيا. دعوني أقوم بالرسم. هذا يعادل y تساوي ناقص 1 على 2 ناقص 6. إذا أردنا تمثيلها، هذا المحور العمودي وهذا المحور الأفقي، وتقاطع y هو سالب 6، 1 2 3 4 5 6 هذا هو التقاطع، والميل هو سالب 1 على 2. لقد نسينا أن نضع الإكس هنا. حسنا، إذن الميل هو سالب 1 على 2، ما يعني أنه عندما أنتقل بمقدار 2 إلى اليمين سأنتقل للأسفل بمقدار 1 هنا، وإذا انتقلت بمقدار 2 إلى اليسار أي إلى سالب 2 فسأنتقل بمقدار 1 للأعلى، والخط سيبدو هكذا. هذا أفضل ما يمكن أن أرسمه. إذن هذا هو الخط لـ y تساوي ناقص 1 على 2 x ناقص 6. الآن المتباينة التي لدينا ليست أكبر من أو تساوي بل إنها أكبر من فقط، y أكبر من ناقص 1 على 2 x ناقص 6. باستخدام نفس الطريقة إذا أخذنا أي قيمة لـ x وقيمناها في المتباينة سنحصل على نقطة تقع على الخط، لكن قيم y التي تحقق هذه المتباينة هي القيم التي تكون أكبر من ذلك، لن تكون هذه النقطة في الحقيقة، لذا سنرسم دائرة مفتوحة لأنه لا يمكنك أن تشمل النقطة على الخط، لكن ستكون جميع قيم y الأكبر من ذلك. إذن نأخذ هذه x ونقيمها في ناقص x على 2 ناقص 6 فنحصل على هذه النقطة التي تحقق المتباينة عبارة عن جميع قيم y التي تقع أعلى من ذلك أو جميع المحاور التي تحقق المتباينة هي هذه المساحة جميعها التي تقع فوق الخط، ولن نشمل هذا الخط. إذن اتفاقية رسم هذا الخط هو أن يكون متقطع، ودعوني أرسم إنني أبذل ما بوسعي لأجعله متقطعا. سأمحو أجزاء من هذا الخط وأتمنى أنه سيبدو متقطعا. إنني أحول هذا الخط المتصل إلى خط مقطع حتى أريكم أنه مجرد خط لكنه ليس مشمولا ضمن القيم التي تحقق المتباينة. القيم التي تحقق المتباينة عبارة عن جميع هذه المساحة الصفراء التي أقوم بتظليلها فوق الخط. على أي حال أتمنى أنكم وجدتم هذا مفيداً.